السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا مكملين مع بعض شرح الجي بيلدر، ودي منصة مهمتها انها تتكامل الأنظمة مع بعض، يعني البيم مع سبلاي تشين مع كوست كنترول مع البيدنج مع البلاننج مع الاكيومنت، مش كل واحدة في جزيرة منفصلة. طيب خلينا النهاردة نتكلم على البيدنج، وهتلاقينا بنتكلم على بقية الأنظمة في الدروس اللي جاية بإذن الله. أقول له هنا بيدنج، هتلاقي هنا مشروع موجود، تقدر تيجي تعمل اد وتضيف نيو بيد، ده لو انت ادمنستريشن تقدر تكتب اسم المشروع اللي انت عايزه وليكن مثلا او اس وهكذا، وتقول له سيف، او تقول له اد نيو بيد تقدر تضيف فاتورة جديدة، حدد تبع انا مشروع الاسم وليكن مثلا بلانت، البيل اونر من المالك بتاع الفاتورة ديت، من صاحبها الكونسلتنت، سبمشن ديت المفروض ان الفاتورة دي تبقى تاريخ امتى، نوعها هل هي لوكال تيست برايفت هوتيل طيب انجوينج ولا ستارتد، العقد هل هو لمسم ولا ري ميجرز، الديوريشن ديت كام شهر، وتقول له سيف، هتلاقيها ظهرت معاك هنا. في اي وقت تقدر تعمل لها اديت وتعدل فيها زي ما انت عايز. لاحظ ان كل الكلام ده اونلاين، انت مش محتاج تسطب اي حاجه خالص، ممكن تقول له اتاش وترفع اي ملف تربطه بيه، ملف وورد اكسل زي ما انت عايز، حتى لو فيديو صوره مفيش اي مشكله تقدر ترفعه وتربطه بالفاتوره ديت. هنا هتلاقي شورت كات بريسنج ليست او بي او كيو، تقدر تعمله داونلود للداونلود بي او كيو شيت، دايركت بي او كيو واندايركت بي او كيو، الكوست استيميتور دايركت كوست واندايركت كوست، اي حاجه بيبقى في تكلفه مباشره وتكلفه غير مباشره، والمدير بيبقى عارف ازاي يعمل اساينمنت للتكلفه الغير مباشره حسب المشروع.